أحمد هو الاسم الحركي لأوكوموتو، شاب مثقف وبيجيد أكثر من 5 لغات بطلاقة. انضم في عمر 24 لجيش بيسمى الجيش الأحمر الياباني، فانطلق الفريق المكون من أحمد وصلاح وباسم، وهي أسماء حركية ليابانيين أيضاً، من بيروت لباريس، ومن باريس ركبوا طائرة فرنسية متجهين لمطار ليد بالأراضي المحتلة موقع تنفيذ العملية. 30 مايو 1972، وحوالي الساعة 10 مساءً حطت الطائرة في المطار بعد رحلة طويلة، ونزل الرفاق الثلاثة منها لاستلام حقائبهم مثل كل المسافرين. لهنا الموضوع طبيعي، لكن بمجرد ما وصلوا للحقائب أخرجوا أسلحتهم الأوتوماتيكية منها وبدأوا بإطلاق النار في كل اتجاه وإلقاء القنابل اليدوية على أرض المطار. ونتيجة لهذا الهجوم المباشر والقنابل اليدوية قتل أكثر من 21 إسرائيلي. المجموعة انسحبت من منطقة المطار، ولكنها اشتبكت بطريقها مع دورية للاحتلال وقتلت مجموعة أخرى من الإسرائيليين، ليرتفع عدد القتلى ل 26 إسرائيلي، من بينهم العالم الإسرائيلي المستهدف وعشرات الجرحى. فتمنح اللجوء السياسي، والآن يعيش في مكان غير معلوم لدواعي أمنية. وصحيح أنه ما بنسمع عن أوكوموتو أو ما في له ظهور على القنوات الإعلامية، بس على الأقل واجبنا نعرف قصته ونخبرها للأجيال من بعدنا عن رجل مش فلسطيني ولكن ضحى بشبابه لأجل فلسطين. أوكوموتو نموذج من النماذج الكبيرة لمناضلين عرب وأجانب، وانعكاس لأفعال كتير من الشعب الياباني اللي تربينا على كتير من مساعداته من أيام مدارس الأونروا. ويمكن عدد منكم متذكر هدايا المتفوقين والمعونات يلي كانت توصل كتبرع من اليابان. الموضوع طبعاً مش مقتصر على هيك، أكيد هالبلد قدم ولازال يقدم مجموعة من المنح والمساعدات الإنسانية. بالإضافة لوقفات المنددة بالاستيطان بعد كل عدوان بيقوم في الاحتلال تجاه فلسطين وقطاع غزة بشكل خاص. لمثل هيك وقفة وتضامن ياباني بنحكي لكم بلغتكم أريغاتو.